مرحبا بكم. الأولين يقولون عن الشيء القديم، وين من زمن دقيانوس هذا. هذه العبارة طبعا تنقال عند كبار السن حاليا في بعض المناطق للدلالة على شيء داثر اللي ما له زمن. لكن من هو دقيانوس؟ دقيانوس هو اسم إمبراطور روماني، ترجح المراجع أنه كان الحاكم في زمن أصحاب الكهف، واسمه مذكور في المراجع التاريخية الأجنبية القديمة بهذا الاسم، وفي مراجع ذكرت اسمه على أنه دقيوس، وكانت فترة حكمه في القرن الثالث للميلاد. قصة أصحاب الكهف كما نعرف مذكورة في القرآن الكريم.